جيت الحكومة التونسية كوقتها سي مهدي جمعة ومعها سي صفر كان وزير الأمن عيتولي وطلبوا مساعدتي. أنا ما نعرفش لي عبد الحكيم بالحاجة عنده نفوذ كبير ياسر في طرابلس كوقتها كانوا فما ديزوتاج تونس الدبلوماسيين الدبلوماسيين المخطوفين مخطوفين عيتت لي حكومتي قالوا لي عايشك من فضلك تعرف أنت الشخص هذا كانوا نجموا يبعثوني مثلا الزيدان وكوقتها زيدان رئيس حكومة أما رؤية الحكومة كوقتها التونسية أنا ذاك اللي أنا ما كانش عندي الرؤية ذي يعني قشيتك داخل الحكومة مع شكون كانت وقتها؟ مع مهدي جمعة ومع سي صفر يعني كان لقاء مع مهدي جمعة ومع ملكي فاش وصفر بعد قاتنا وزير الأمن أنا ذاك حكومة مهدي جمعة من فضلك تنجمش تمشي ليبيا وتحكي مع السيد هذا مع عبد الحكيم بالحاج ما قالوا ليش كوقتها زيدان بطلب الحكومة التونسية ولا شكون واضح وبالتشاور مع الحكومة التونسية ومشيت للمرة الأولانية عملنا له انترفيو خاطر ديما عبد الحكيم بالحاج مش هو برك عملنا لستة سبعة حتى لزيدان في المرة هذيك العباد قعدت تتذكر في عبد الحكيم بالحاج ربما بس سكوب مع فماش برشا تلفز عملت له انترفيو فهمت ولكن العمل الإعلامي هكا والعمل السياسي مش واضح أنا ذاك دونك طلبت من السيد هذا وقبل زيدان انا وطلبت منه نجموش يساعدونا في حلة الأزمة تاع الزوتاج الرهائن هذوم وسافرت أربع مرات في نفس الموضوع وشوي لو وصلنا باش نمنعوا الرهائن خاطر الحكومة كانت عندها خيط اثنين ثلاثة تحاول فهمت وحتى آخر مرة بالتوافق مع مهدي جمعة وفي اجتماع ومع سي صفر كلموا حتى قلت لهم انا كي باش يسلموا لي الرهائن يلزمني عندي فما ركن من الدوله فما الدوله معايا ما نجمش يسلموهمني انا كشخص نبيل قرب وصلنا لتسليم الرهائن وحطوا طائره عسكريه على ذمتي على ذمتي انا شخصيا بتمشيو نجيبوا الرهائن ومعايا كاتب الدوله تاع الخارجيه انا ذاك فهمت وفي اللي جاتنا قعدوا اسبوع تحت تحت البيرو نستناو نحكيو مع سي صفر ونحكيو مع هو في اي دقيقه نجم نمشيو نجيبوا الرهائن وبعد ولات حاجه اخرى والرهائن خرجوا من طريق اخر خاطر كانوا اربعه ولا خمسه ثنايا وسي نورمال كحكومه ما تعملش تعمل ثنيه اثنين ثلاثه اربعه حتى تخلط باش نجم تمنع رهائن الرهائن والنتيجه احدى القنوات احنا كنا واحد احدى القنوات ولا كنت انا نحكي مع زيدان ونحكي مع عبد الحكيم بالحاج وكان انا ذاك الظاهر أنه عبد الحكيم بالحاج كان الفاعل أكثر أنا ذاك هذه هي حكاية عبد الحكيم بالحاج اكسترا. أنا كنت عندي موندا من الحكومة نتاعي مش نمشي نجيب الرهائن وهذا واجب وطني وكنت كانوا العائلات تعلم كانت العائلات تتكلم فيها كل أسبوع وتلوج في الهواء في الأمل وعملت واجبي وساهمت ربما وبعد النتيجة جت عن طريق واحد آخر وأنا فرحان رهين روح